هاي مرحبا. مرحبتين. بونسوارين. أحمد بيوتو بعد إذا حدا سأل عنا نحن راجعين بعد العشرة. إيه روح تسأل عنك الجنائية وتلاقيك بحارة سد وتنزرك هديك الزركة. ابني بيقتلوا مثل النمر الوردي. نياله على الحظ. عنده ثلاث نسوان ومثل الخاتم بإصبعته. أنا عندي وحدة ما عم بحسن حبك. غلطان. أنت غلطان يا أستاذ. وانت شو عرفك اذا كان غلطان ولا مو غلطان؟ زهرة شحاطتها بتوزع شرف على الحارة كلها. لك لسه بقول لي شرف، لسه بقول لي شرف، عم بقول لك انه هداك قال لي انه الزوج اخر من يعنى. هداك شو فارقة معه؟ مو مرته اللي بدها تتطلق. بديع؟ انا بعرفها لزهرة، زهرة ما حدا بيطلع له معها، ما حدا طلع له معها غيرك انت. لا خلصنا بقى، زعلت لحالها بترضى لحالها، كل ما حردت بدك تروح لبيت اهلها تجيبها والله مش هي. ناقصنا كان. ما اختمر. ماشي الحال. التليفون غير الديوان. يلا جاي جاي. مين؟ الو زهرة؟ انا مو زهرة، زهرة راحت لعند اهلها. لا ما عندهم تليفون بالبيت. انا غادة اخت جوزة بديع. هلا بخلي بديع جوزة يعطيكم العنوان، انا ما بعرفه. فصل الخط. لك داعي لسه بتلعي على التليفون. مين كان؟ واحد بده زهرة، قلت له راحت لعند اهلها. شو بده منها؟ ما بعرف، طلب العنوان، قلت له لا بديع بيعطيك اياه، عم فصل الخط. شفته؟ شفته انه ماني غلطان انا؟ لسه بيقول لي مو غلطان. هلا اذا حدا افترى على مرتك بتكون حضرتك مو غلطان. لك لا حدا افترى ولا شيء، لو ما بده زهرة حصرا كانت حكش بغادة حتما. بخلع رقبته ورقبتك. لك يا جماعة لازم نتأكد من الموضوع، ما بصير هيك نظلم زهرة. ايه بدنا نتأكد بعد ما يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. روحي شوفي مين. روحي. ايه جاي جاي. الو؟ ايه انا غادة، مين حضرتك؟ مين فارس؟ مين ها؟ نفسه اللي اتصل قبل شوي، بس هالمرة ما بده زهرة، قال بده يعني. منين بيعرفك؟ شو بيعرفني؟ أول مرة بسمع صوته. شو بيعرفك ما هيك؟ بلا تلفيق، شو ما بتعرف مرتك؟ ياما، تحت السواهي دواهي. شفيه؟ شو هالحكي أنت بتشك فيني؟ طبعاً، أنا كل نهار عم بق الدم ورا التركسيون وأنت هون دايرة، لا حسيب ولا رقيب. لك شلون لا حسيب ولا رقيب؟ شو خيال صحراء قاعدة أنا هون؟ طول النهار قاعدة فوق راسك، ليل نهار ليل نهار. أصلاً إذا بيكون في شيء بتكون تعلمته منك أنت. أنا ما بسمح لك تلزم حدا. وليش ما بتسمح لي؟ ولا أنت بحق لك تتهم مرتك وأنا ما بحق لي؟ بس ما عندك دليل. لا عندي نفس الدليل تبعك. شو هو؟ قلبي. أنا قلبي.